أحمد عز يكشف تفاصيل المكالمة الهاتفية مع رجاء الجداوي وزيارتها. تم حقنها بالبلازما، مصدر يوضح تطورات الحالة الصحية للفنان رجاء الجداوي. ما زالت في الرعاية المركزة، ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات حالة والدتها. بدرية طلبة، رجاء الجداوي تتعافى من فيروس كورونا بفضل بلازما المتعافين. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بعد حقنها ببلازما المتعافين. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل ان نبدأ فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو الى 9000 لايك. لو بتحب رجاء الجداوي ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للفنانة المصرية. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. وجه الفنان أحمد عز رسالة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي عقب تدهور حالتها الصحية بعد أيام من إصابتها بفيروس كورونا، حيث أعلن الفريق الطبي المتابع لحالتها عن دخولها العناية المركزة بسبب سوء وضعها. وكتب أحمد عز عبر حسابه بموقع إنستغرام: ربنا يشفيك يا حبيبتي، وإن شاء الله تشد حالك وتقومي بالسلامة، ادعو لحبيبة الكل. وكشف مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية عن تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بعد دخولها العناية المركزة فجر أمس. وقال المصدر الطبي في تصريحات لليوم السابع أن رجاء الجداوي دخلت العناية المركزة بعد شعورها بضيق في التنفس وصداع وهبوط وعدم القدرة على التنفس بشكل جيد، وكانت حالتها ليست خطرة واحتاجت إلى ماسك أكسجين وتم وضعها على جهاز السيباب وأصبحت فاقدة للوعي. وقالت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي في تصريحات خاصة لليوم السابع إنها أجرت اتصال بالطبيب المشرف على حالتها الصحية طمأنها، لكن تعلم مدى تدهور حالتها الصحية داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، ولا تملك إلا الدعاء لها أن يتم شفاؤها على خير، مطالبة كل محبي أمها بالدعاء لها بالشفاء العاجل. وكانت أميرة قالت في وقت سابق إن أمها تعاني من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها الحجر الصحي بالإسماعيلية، مشيرة إلى أن تستمر مشكلتها الصحية حتى الآن في درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض، وهو الأمر الذي يتكرر باستمرار. تحسن الحالة الصحية للفنان رجاء الجداوي بعد حقنها ببلازما المتعافين. كشف مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، والتي تتواجد بالعناية المركزة بمستشفى أبو خليفة بالدور الأول، مؤكدا أنها ما زالت داخل الرعاية وحصلت على حقن البلازما وما زالت على جهاز السيباب، ودرجة حرارتها 37 ونسبة الأكسجين في الدم 97 والضغط والنبض مستقرين، ولا يستطيع أي طبيب تحديد وقت خروجها من الرعاية حتى الآن. وقضت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي 16 يوما داخل العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد يوم 27 من رمضان الماضي بعد انتهاء تصوير مسلسل لعبة النسيان الذي أذيع في رمضان الماضي، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر المبارك. أكد المصدر الطبي في تصريحات خاصة لليوم السابع أن التحسن أصبح واضح على الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، خاصة بالنسبة لتشبع الأكسجين لديها بالإضافة إلى العلامات الحيوية عليها وعلى درجة وعي عالية ومتفائلة وصابرة، مشيرا إلى أنها يطبق عليها بروتوكول العلاج الرسمي الخاص بوزارة الصحة المصرية مثلها مثل باقي المرضى، ولا يوجد أي تفرقة. وتابع: في انتظار تطور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي إلى الأفضل عقب حقنها بمصل البلازما حسب بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة على علاج مصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بوزارة الصحة والسكان، مشيرا إلى أن الفريق الطبي لم يفكر في إجراء مسحة طبية في الوقت الحالي لها لحين استقرار حالتها الصحية وخروجها من الرعاية. وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي العزل الصحي بالإسماعيلية شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرا التي طالبت مروجي الشائعات بالدعاء لها
بدلا من نشر وترويج الشائعات التي أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحي. وكانت رجال جداوي قد دخلت العناية المركزة فجر الثلاثاء الماضي بعد شعورها بضيق في التنفس وصداع وهبوط وعدم القدرة على التنفس بشكل جيد، وكانت حالتها ليست خطرة واحتاجت إلى ماسك أكسجين. ومساء الأربعاء الماضي تم وضعها على جهاز السيباب، ولم تصل لمرحلة احتياجها لجهاز تنفس صناعي. تحسن للحالة الصحية للفنان رجال جداوي وستغادر العناية المركزة. أوضح مصدر مسؤول في مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية بشأن بدء تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، وجاء ذلك بعد أن تم حقنها بمصل البلازما من الأشخاص المتعافين، وهو على خطى بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة من أجل علاج مصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في وزارة الصحة والسكان. بدء تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي واستجابتها للعلاج، مما أعلن ذلك المصدر المسؤول بشأن حالة الفنانة رجاء الجداوي وأنها استقرت وأصبحت بشكل أفضل عن الأيام السابقة، وأشار أيضا باستقرار درجة الحرارة واستقرار النبض ونسبة الأكسجين في الدم أيضا. وأشار أيضا بأن الفنانة رجاء الجداوي ما زالت حتى الآن على جهاز التنفس الصناعي والذي تم وضعها عليها منذ حوالي 6 أيام، ومن المفترض مع تحسن حالتها الصحية أن يتم نقلها إلى غرفة عناية عادية خلال 48 ساعة وتخرج من العناية المركزة. ويذكر أن الفنانة رجاء الجداوي قد دخلت مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية منذ حوالي أكثر من أسبوعين بعد ارتفاع درجة حرارتها إلى 39.5 درجة وقيامها بمسح للتأكد من إصابتها بالفيروس الوبائي، وقامت بعمل أول مسحة لفيروس كورونا في يوم الأربعاء 27 مايو والذي أثبتت إصابتها بفيروس كورونا الوبائي. ويذكر أنه في يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي قد تدهورت حالتها الصحية وتم نقلها إلى غرفة العناية المركزة في المستشفى. بعد رجاء الجداوي ممثل مصري شاب يعلن إصابته بكورونا. كشف الفنان المصري الشاب كريم قاسم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الأيام الماضية، نافيا أن تكون الإصابة متعلقة بحفل مسلسل لما كنا صغيرين بالجونة. ونفى كريم قاسم الأخبار المنتشرة عن إصابته بفيروس كورونا أثناء وجوده في الجونة بحفل أقامه رجل الأعمال أحمد حلاوة زوج الفنانة ريهام حجاج للاحتفال بمسلسل الأخير لهما لما كنا صغيرين. ونقلت صحيفة الوطن المصرية عن كريم قاسم قوله: بقالي شهر ونص عازل نفسي في البيت وما خرجتش أصلا. من جانبها ذكرت مديرة أعماله مروة صاوي أن إصابة كريم بفيروس كورونا ليس لها أي علاقة بحفل الجونة من قريب أو من بعيد، مشيرة إلى أنه سوف ينشر فيديو على السوشيال ميديا ليحكي قصته مع المرض. يذكر أن الفنانة المصرية رجاء الجداوي تخضع للعلاج من فيروس كورونا في مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية بعد إصابتها عقب انتهاء تصوير مسلسل لعبة النسيان الذي أذيع في رمضان الماضي. تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي بعد 14 يوما في العزل. قضت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي 14 يوما داخل العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد يوم 27 من رمضان الماضي بعد انتهاء تصوير مسلسلها الذي أذيع في رمضان الماضي. ودخلت العزل ليلة عيد الفطر المبارك، وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي العزل الصحي بالإسماعيلية شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرا التي طالبت مروجي الشائعات بالدعاء لها بدلا من نشر وترويج الشائعات التي أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحي. وكشف مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية تفاصيل الحالة الصحية لرجاء الجداوي اليوم السبت، مشيرا إلى أنها ما زالت داخل الرعاية في الدور الأول للمستشفى بالإضافة إلى 9 مرضى آخرين في نفس قسم الرعاية الصحية، وما زالت على جهاز السيباب، ودرجة حرارتها 37 ونسبة الأكسجين في الدم 98 والضغط والنبض مستقرين. وفي حالة تطور حالتها إلى الأفضل أكثر من ذلك سوف تعود لغرفة عادية وتترك العناية المركزة، مشيرا إلى أن سبب تأخير نقلها إلى غرفة عادية هو عمرها. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات.
هل تم شفاء رجاء الجداوي فعلا؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.